أهلا بكم أصدقائي طلاب الصف السادس الابتدائي لغات، بنكمل مع بعض دراسة يونت 2 في منهج كونكت بلس 6، والنهاردة هندرس مع بعض لسن 3 بعنوان Explaining Your Opinion، يعني شرح وجهة نظرك أو رأيك. Explaining Your Opinion. طيب نبدأ بقراءة الفوكاب الأول. Power Socket. باور سوكيت اللي هو اللي في الصورة ده، الفيشة أو مقوس الكهرباء. باور سوكيت. انتراكتيف وايت بورد. انتراكتيف وايت بورد أو انتراكتيف وايت بورد دي سبورة تفاعلية. اكستنشن كيبل. اكستنشن كيبل سلك أو كابل تمديد اللي هي الوصلة بتاعة الكهرباء. بنكمل الكلمات. electricity electricity أو ممكن نقولها electricity، okay ده في الأمريكان أكسنت. electricity. information معلومات. power outage power outage أو ممكن نقولها outage. إيه power outage اللي هي انقطاع الكهرباء. strange غريب. actually actually حقا أو فعلا. idea idea فكرة. interesting interesting ممتع أو شيق. discussion discussion مناقشة. useful useful مفيد. free time وقت فراغ. lighting lighting إضاءة. the dark the dark الظلام. electric kettle electric kettle or kettle غلاية كهربائية. transportation transportation مواصلات. bus station bus station محطة أتوبيس. airport airport مطار. traveling traveling السفر. activities activities يعني أنشطة. عندنا conjugation of verbs، والمجموعة اللي هنا كلها regular verbs يعني أفعال منتظمة، بيجي ال past وال PB لها بإضافة ال ED. نقرأ explain explained explained يعني يشرح. disappear disappeared disappeared يختفي. try tried tried يحاول. plan planned planned يعني يخطط. guess guessed guessed يعني يخمن. happen happened happened يعني يحدث. بنكمل الجدول التاني، هو برضو conjugation of verbs، ولكن هنا irregular verbs أفعال غير منتظمة، مفيش حل غير حفظها. get got got يعني يحصل على. sit sat sat يجلس. let 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 يسمح أو يدع. hear heard heard يسمع. say said said يقول. mean meant meant يعني أو يقصد. عندنا مجموعة من الـ important expressions and prepositions. sit in a circle يعني يجلس في دائرة. talk about يتكلم عن. agree with يتفق مع. in my opinion في رأيي. جزء الـ language functions يعني الوظائف اللغوية، المفروض هنتعلم النهاردة expressing opinions التعبير عن الرأي. لو أنا حابب أعبر عن رأيي بستخدم حاجة من الحاجات دي، ممكن أقول in my opinion في رأيي، بكمل طبعا وبقول الرأي. I believe أنا أعتقد. I think برضو أنا أعتقد، وبكمل بقول رأيي في موضوع معين. لو هوافق على الرأي أو agreeing with opinions هتفق في الرأي مع حد، هقول له I agree with you I agree with you أتفق معك. ممكن كمان أقول
I think so. I think so. أعتقد ذلك. لو هختلف أو مش هتفق في الرأي disagreeing with opinion ممكن أقول I don't agree with you. I don't agree with you. لا أتفق معك. ممكن كمان أقول I don't think so. I don't think so. لا أعتقد ذلك. مدينا example ممكن أقول In my opinion في رأيي electricity is most useful in our free time. الكهرباء مفيدة أكتر في وقت الفراغ. بي بيقول له I don't agree مش موافق. I think أعتقد electricity is most important for lighting. أعتقد إن الكهرباء مفيدة أو مهمة أكتر للإضاءة. طيب نبدأ نقرأ الجزء الأول من درسنا. ده دايلوج between mom and مريم. عنوان درسنا أو عنوان الدايلوج ده مريم's day at school، يعني يوم مريم في المدرسة. مام بتقول هاي مريم، how was your day؟ كيف كان يومك؟ مريم oh hi mom it was a strange day actually. تقول لها أهلا يا أمي، هو كان يوم غريب بالفعل. We had a power outage. إحنا كان عندنا انقطاع في الكهرباء. My class and I were looking at the interactive whiteboard when suddenly all the information disappeared. بتقول هي أو الكلاس بتاعي وأنا كنا بننظر إلى السبورة التفاعلية، وفجأة عندما فجأة كل المعلومات اختفت. Mom, really? That is strange. What did Miss Amira do? بتقول لها حقا دي حاجة غريبة، مس أميرة عملت إيه؟ مريم Well, first she got an extension cable and tried a different power socket, but that wasn't working either. بتقول لها حسنا أولا مس أميرة دي جابت كابل توصيل أو تمديد وحاولت تجرب فيشة تانية ولكن ما اشتغلش برضو. هي اوريدي الكهرباء قطع يعني مش هتفرق الساكت ايه هي. مام Oh no, so there was no electricity. What happened؟ بتقول لها طيب كده ما كانش فيه كهرباء، ايه اللي حصل؟ مريم We couldn't do the lesson Miss Amira planned. بتقول لها احنا ما قدرناش نعمل الدرس اللي ميس أميرة كانت مخططه له. So she asked us all to sit in a circle. عشان كده هي طلبت مننا كلنا نقعد في دايرة. And talk about why electricity is important in our lives. وخلينا نتكلم عن لماذا الكهرباء مهمة في حياتنا. Mom, let me guess. خلينا أخمن. Everyone thought it was important for computer games. قالت لا أكيد كلكم قلتوا إنها مهمة عشان ألعاب الكمبيوتر. مريم Aha, actually no. We all had lots of different ideas. بتقول لها لأ، كلنا كان عندنا أفكار مختلفة. It was a really interesting discussion. بتقول لها دي كانت مناقشة شيقة أو مثيرة للاهتمام حقا. طيب ده الحوار ما بين مريم ومامتها. تعالوا نشوف ال discussions اللي كانت ما بين الأولاد وآرائهم المختلفة حوالين أهمية الكهرباء. Children's opinions about electricity. آراء الأولاد حول الكهرباء. أول حد أعتقد دي ضحى بتقول لنا In my opinion, electricity is most useful in our free time. بتقول في رأيي إن الكهرباء بتكون أكثر إفادة في وقت الفراغ. I love my laptop. I do my homework on it. Then I play video games with my brother. بتقول أنا بحب اللابتوب بتاعي جدا وبعمل واجباتي عليه، وبعد كده بلعب ألعاب كمبيوتر أو ألعاب فيديو مع أخويا. I love to watch television with my grandma in the evening too.
وبتحب تتفرج على التلفزيون مع جدتها في المساء أيضا. خالد بيقول I know what you mean. أنا فاهم أنت تقصد إيه. But I think electricity is most important for lighting. بقول لها ولكن أعتقد أن الكهرباء أكثر أهمية للإنارة. I don't like the dark. أنا مش بحب الظلمة أو الظلام. And we need lights in the evening. وبنحتاج الأنوار أو الإضاءات في المساء. سلمى بتقول I don't agree. مش موافقة على رأيكم. I think it's more important in the kitchen. أعتقد أن الكهرباء مهمة أكتر في المطبخ. We can't use our electric kettle without electricity. بتقول ما نقدرش نستخدم الكتل الكهربي أو الغلاية الكهربائية بدون الكهرباء. Or our blender أو الخلاط. Or our refrigerator. ولا حتى التلاجة. في رأي مختلف كمان. What about transportation؟ ماذا عن وسائل المواصلات؟ Some people have electric cars. في ناس عندها سيارات كهربية. And bus stations and airports all need electricity too. كل الحاجات دي محتاجة كهرباء أيضا. آراء مختلفة وطبعا وجهات نظر كلها صحيحة. طبعا الجزء الجنرال اكتيفيتيز دي هنحلها في الهوم وورك. خلينا بس نحل بعض الحاجات منها. مثلا السؤال الأول، خلينا نبدأ بالنمبر 3. read and complete the text in my. بنكمل طبعا بالكلمات من اللي هنا ديت. ماشي، نبدأ مع بعض. in my opinion يبقى أكيد number 1 opinion. in my هي opinion أعتقد كده مكتوبة غلط. دي onion. in my opinion دي مش صح. opinion ال spelling غلط، بس أنا يعني هنصلحها ونكتب دي number one. electricity is most useful in our free time. I love my أكيد laptop. I do my homework on it. Then I play video games with my browser. I love to watch television with my grandma in the evening too. طبعا القطعة دي متاخدة من الدرس تمام. خلينا نكمل برضو حل مع بعض السؤال اللي تشوز. نبدأ بنمبر 1. نمبر 1 بيقول لنا اوكي نمبر 1. It was a or an day we had a power outage. أكيد a strange day. Number 2. The class were looking at the whiteboard. Interactive whiteboard. اوكي نكمل. في النكست بيج بيكمل لنا بيقول لنا نمبر 3. when they had a power what all the information disappeared. A power outage. اوكي انقطاع التيار الكهربي. نمبر 4. she got an extension cable and tried a different power. أكيد power socket. Number 5. In my opinion. Opinion هنا مكتوبة صح. Electricity is most important in the kitchen. Number 6. Some people have cars. Electric cars. Good. هنكمل طبعا بقية حل البيج ديت للآخر. نلاقي باراجراف عن نفس موضوع درسنا. نقرا الدرس كويس وناخد جمل من كتير منه ونقدر نكتب عن why is electricity important. ليه الكهرباء مهمة جدا.
وبكده انتهى درسنا، أتمنى يكون كان سهل. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل شير لكل الفيديوهات عشان أصدقائك يستفادوا. كان معكم مستر محمد سيف، وأشوفكم في فيديو قادم ودرس جديد إن شاء الله. سلام.